صاحب سوابق من قاعد هنا اسمه علي عثمان. طلع القدر مخبي لعلي عثمان شغلات كتير ما بيعرفها. أنا أبوك. قصتك ممطولة. رصاصة لمسدسك مقلوبة يا ابني، انتبه إن شاء ما تصيب حالك وقت تضربها. تعال خدم. لا تجي مراد، رح يقتلون. رح نلعب لعبة بسيطة، اللي بيخسر بيتحمل النتائج. واحد، اثنين، ثلاثة. القبضاي في الأوقات التالية على زي أفلام.